سبورت اكسبريس. مرحبا بكم الناس كل في ثاني نشراتنا الرياضية، والبداية بالمنتخب الوطني التونسي. يعقد الناخب الوطني جلال القادري ندوة صحفية نهار الخميس نص نهار في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم للإعلان عن قائمة اللاعبين اللي تمت ولا اللي باش يتم زادة دعوتهم للزوج مباريات المواجهة المزدوجة ضد المنتخب الليبي. نلعبوا ضد ليبيا نهار 24 مارس في ملعب حمادي العقربي برادس، ثم نهار 28 مارس نلعبوا ضد ليبيا زادة ضد نفس المنتخب في ملعب شهداء بنينة في بنغازي. الكادر هو جولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أفريقيا للأمم الكوت ديفوار 2023. فرقنا اللي استعدوا لخوض المنافسات والمسابقات الإفريقية نهاية الأسبوع هذا، ترجي سافر نهار الأربعاء ليبيا وين يواجه نهار الجمعة ماضي ساعتين المريخ السوداني في ملعب نفس الملعب هذا هو شهداء بنينة في مدينة بنغازي. المجموعة كاملة على ذمة الإطار الفني باستثناء طبعا اللاعب معتز الدام، صعيب برشا يكون موجود في الرحلة مع تسجيل عودة اللاعبين اللي كانوا مع منتخب أقل من 20 سنة في كأس إفريقيا والمتواجدين في القائمة الإفريقية. في كأس الكاف الاتحاد الرياضي المونستيري سافر نهار الخميس 11 نحو اسطنبول، من ثم اسطنبول يغادر يعمل سكال 3 سوايع ثم يسافر الى دار السلام في تنزانيا وين يواجه نهار لحد 5 نتاع العشيه فريق يونغ افريكان التنزاني اللي دربه نصر الدين النبي. المجموعه نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري فيها 3 غيابات، البشير بن سعيد عنده ثالث البطاقه الصفراء الثالثه دونك يغيب على المباراه هذه، وثم زوز اصابات، اصابه هيكل الشيخاوي باش يغيب للاصابه اللي كانت عرض لها على مستوى الكتف خلال مباراه تي بي مازيمبي في رادس، واللاعب الثاني المصاب هو يوسف عمرو. 5 دول قدمت رسميا ترشحها لاحتضان كأس أفريقيا 2025 واللي كان من المقرر إقامتها في غينيا وتمسحبها. لجنة من الاتحاد الإفريقي باش تعمل زيارات تفقدية في الفترة القادمة، تبدأ الزيارات نهار 20 مارس تتواصل حتى 2 أفريل، كل نهارين يمشيوا البلاد تقريبا بيصير ثم راحة في الوسط. البداية باش تكون بزامبيا ثم المغرب ثم الجزائر ثم البنين ثم نيجيريا، والإعلان عن الدولة المستضيفة من المنتظر يتم في شهر جوان خلال المؤتمر العادي للاتحاد الإفريقي في كوتونو في البناء. والمفاجأة هو كون جنوب أفريقيا ما ترشحتش لتنظيم كأس أفريقيا 2025. مؤتمر آخر نحكي عليه مش مؤتمر الاتحاد الإفريقي لكن المرة ذي خص الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. المؤتمر ينطلق نهار الخميس في كيغالي في رواندا وباش يشهد 3 مناقشة برشا نقاط، أهمها انتخاب المترشح الوحيد جاني أنفانتينو لفترة رئاسية ثالثة تمتد حتى 2027، مناقشة عدة نقاط متعلقة برزنامة المسابقات وخاصة كأس العالم. خلينا نفتحوا قوس لهنا باش يتم المصادقة على مقترح كونه 48 منتخب يشاركوا في كأس العالم، 12 مجموعة بأربعة منتخبات، زوز أفضل منتخبات في كل مجموعة يترشحوا للدور السادس عشر ومعهم 8 أفضل 30، في الإجمال يكونوا عنا 104 مقابلة في 39 يوم. ثم حاجة أخرى باش يتم مناقشتها خلال المؤتمر هذايا نتاع فيفا، المؤتمر رقم 73 في اللي باش يتعمل في رواندا في كيغالي. النقطة هذه كان اقترحها الفيف برو الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين اللي طالب بمنح راحة للاعبين يوم في الأسبوع، يعني معاش يترنيو كل يوم، يلزم ثم راحة إجبارية للاعبين ويلزم ما بين المقابلة المقابلة يلزم تكون ما بيناتهم 72 ساعة. خارج تونس الموعد اليوم 9 متاع الليل مع دفعة جديدة من مباريات رابطة الأبطال الأوروبية، وفي ستاديو دو دراغاو بورتو يستقبل الإنتر. مباراة الذهاب كانت انتهت للنيراتزوري بهدف لصفر، هدف كان سجله لوكاكو. في اتحاد ستاديوم في انجلترا مانشستر سيتي واجه لايبزيغ، مباراة الذهاب كانت انتهت بالتعادل هدف لهدف، لايبزيغ كان سجل الهدف المدافع غفارديول ورياض محرز هو صاحب هدف المانشستر سيتي. في بقية المباريات ثم زوج مباريات يهمونا اليوم، خلينا نبداو بالسهلة. الساعة الجولة 37 من الشامبيونشيب 9 غرباء، واتفورد يستقبل برمنغهام وموجود بطبيعة حنابع المجبري في قائمة برمنغهام. قبلها مرة 3:30 كريستيانو رونالدو والنصر يواجهوا شكون؟ يواجهوا أبها وسعد بقير، مباراة تاريخية حقيقة لسعد بقير، نتمنوا له كل الحظ السعيد. مرة 3:30 المباراة هذه باش تعدى على اس اس سي 1 السعودية وقناة ار ام سي 1 الفرنسية. النشرة هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاهم على موقعنا موزايكا فام.net.